بعديها بساعتين لقيت الله يرحمه الدكتور كمال الجنزوري بيكلمني. انت رفضت الوزاره؟ انت عارف بقى الدكتور كمال الجنزوري الله يرحمه يعني كان ما بيهزرش في فقال لي انت رفضت الوزاره؟ قلت له اه. قال لي ليه؟ قلت له يا فندم يعني انا ما اشتغلتش حكومه كتير. قال لي يعني لما الاخوان بقى يجيبوا الوزاره كلها اخوان يبقى عندهم حق؟ لما الناس الكويسه مش عايزه تقف جنب البلد ومش عارف. انا هكلم الدكتور هشام واقول له ان انت قبلت الوزاره. بس تعرف الدكتور هشام كان وزير راي مع كمال الجنزوري. الجنزوري أيه. وغالبا يعني كان بياخد راي في بعض الحاجات لان انا اعتقد ان الدكتور كمال هو اللي رشحني يعني اعتقد يعني. المهم في الاخر قال لي انا هكلم الدكتور هشام واقول له انت قبلت الوزاره. يلا. واحنا مع بعض موجودين لو في اي حاجه. وراح قافل السكه. بعديها كنا في رمضان. تاني يوم على طول قبل الفطار بخمس دقايق. اولا للاسف مراتي وولادي كانوا رافضين موضوع الوزاره ده خالص. في ظل الظروف اللي كانت حاصله في الوقت ده. فانا قاعد مستني وبنتي ومراتي تحت بيحضروا الفطار. لقيت تليفون نمره ما اعرفهاش. رديت طلع الدكتور هشام. ما كانش عندي نمره الموبايل بتاعه يعني ساعتها. فرديت عليه وقلت له. فقال لي انا هشام منديل يا دكتور يعني. قلت له اهلا وسهلا يا فندم. قال لي دلوقتي الدكتور كمال بيقول ان انت حضرتك خلاص قبلت معانا ولا مش معانا؟ فقلت له يا فندم ما انا قلت لحضرتك اختار حد تاني وانا هبقى معايا كمستشار لفتره ومتون اي مقابل بتاع. قال لي ما لقيتش يا سيدي معانا ولا مش معانا. فانت ما تعرفش بقى ليه. بقول له خلاص معاك يا فندم. قال لي خلاص عشان ايه حلف اليمين مش عارف كذا بتاع. ونزلت بقى فطرت ما قلتش للاسره يعني لحد ما خلصت الفطار وقلت لهم بقى انا قبلت الوزاره. قال لي انت قلت له خلاص بقى ربنا اراد. وبدانا الوزاره وكان عندي امل ان تكون فعلا يعني انا ما كانش عندي اي توجه ضد الاخوان ولا حاجه بس قلت يمكن نديهم الفرصه ونشوف. كنت لسه عايز تشوف يعني. هشوف يعني ربنا يسهل. وكنت بدعي ربنا ان ربنا يوفقهم في الاخر عشان البلد. وبدانا بداتوا تشتغلوا بقى اللي هي دي اتشكلت في يوليو 2012.